التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار، ونستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. المجموعة العربية تواصل اجتماعها لمناقشة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن. مشافي غزة تسجل أكثر من 10 حالات يشتبه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير. سلطات الاحتلال توزع دفعة جديدة من أوامر هدم المنازل في القدس المحتلة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وجرى خلال الاتصال بحث التنسيق بشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين. وكان سيادته تلقى مساء أمس اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وجرى خلال الاتصالين البحث بتنسيق الموقف العربي في مجلس الأمن. بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال اجتماع مع القنصل البريطاني العام في القدس والقنصل الامريكي ونائب ممثل الاتحاد الاوروبي ونائب القنصل النرويجي، بحث اخر التطورات السياسيه وسبل تسريع عمليه اعاده اعمار غزه. وشدد رئيس الوزراء على ضروره ان يتخذ المجتمع الدولي مواقف حازمه لوقف انتهاكات الاحتلال المستمره بحق ابناء شعبنا ومقدساته الاسلاميه والمسيحيه وإنهاء الاحتلال ودعم قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. توصل المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعها لمناقشة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي الخاص بإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن من أجل التصويت عليه. هذا ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على القيادة لثنيها عن تقديم الطلب هذا اليوم. لقاءات مكثفة وحوارات عميقة شهدها المسرح الدولي في الآونة الأخيرة لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، والذي توسع ليصبح قرارا عربيا ومن ثم أخذ شكلا دوليا بدمج المشروع الفرنسي لحل الصراع معه. حالة التفاعل الدولي بدأت مع إعلان القيادة إصرارها على التوجه إلى مجلس الأمن بعد إفشال حكومة نتنياهو مسار المفاوضات بالكامل وإشعال نار التطرف في المنطقة، وهو ما أثار الرأي العام الأوروبي في وجه تل أبيب الذي تجلى بتصويت البرلمانات الأوروبية على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هناك مشكلة تواجه المجتمع الدولي، وهي تعنت الحكومة الإسرائيلية وإفشالها للعملية السياسية. هذا أصبح يلقي بظلاله الثقيلة على كل المجتمع الدولي، والحراك الذي نشهده في أوروبا على سبيل المثال، الرأي العام الأوروبي بشكل مطلق مع القضية الفلسطينية ضد موقف الحكومة الإسرائيلية. حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تأجيل طرح المشروع الفلسطيني، التحولات الدراماتيكية في موقف الرأي العام الأوروبي وضعت حكومات القارة العجوز أمام استحقاق يفرض عليها التجاوب مع مطالب شعوبها، ما أحدث حالة من التجاذب بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا في محاولة لطرح مبادرة أوروبية لحل الصراع. هذا الحراك الأوروبي ساهم في تعميق النقاش الدائر في واشنطن حول كيفية التعامل مع المساعي الفلسطينية، إذ باتت إدارة أوباما أمام خيارين، أولهما رفض المسعى الفلسطيني تجاوبا مع تحالفها وتل أبيب، أو محاولة احتواء التوجهات الدولية بما يفرغها من مضمونها ولا يعري واشنطن أمام العالم. لم نقرر بعد كيف سنصوت في مجلس الأمن على مشروع القرار، وبالطبع يتوجب علينا فعل ذلك في مرحلة معينة بعد أن نرى التفاصيل، ونعمل مع شركائنا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الخصوص. القيادة وبعد سلسلة من الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية التي ظهرت جليا عقب لقاءات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بطرفي الصراع، أعلنت إصرارها على طرح مشروعها على طاولة الأمم المتحدة،
إلا أنها رأت أن أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات تكمن في توسيع نطاق مشروع القرار ليكون مشروعا عربيا أوروبيا عبر إحداث تقارب مع الطرح الفرنسي الذي ينادي بتحقيق تسوية للنزاع خلال عامين. خيار التوجه إلى مجلس الأمن بات أمراً واقعاً، ونتائج عملية التصويت على مشروع القرار ستبين حقيقة مواقف مختلف الأطراف من الصراع، وهي المواقف التي سيتحمل أصحابها مسؤوليتها أمام العالم عند أي لحظة تحول تاريخي في موازين القوى الدولية. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين، رام الله. هذا وكانت واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو عشرات المرات ضد قرارات اتخذت لصالح القضية الفلسطينية في مجلس الأمن. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو منذ عام 1970 وحتى هذا العام 77 مرة، منها 36 ضد قرارات لصالح القضية الفلسطينية وأخرى تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. إذ صوتت الولايات المتحدة ضد قرارات تستنكر التنكر لحق العودة والإبعاد ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وانتهاك المقدسات الدينية والتعذيب وغيرها. كان أولها في العام 73 حينما اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يعلن الأسف على احتلال إسرائيل الأراضي العربية. ومن أبرزها أيضا الفيتو الأمريكي عام 76 ضد قرار يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة. وفي العام 83 صوتت الولايات المتحدة ضد القرار الذي يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشتيلة في لبنان. وفي العقد ذاته استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى ويرفض مزاعم إسرائيل باعتبار القدس عاصمة لها. وفي الثمانينيات أيضا اعترضت الولايات المتحدة على قرار يستنكر سياسة القبضة الحديدية وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى. وفي العام 97 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو عندما اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين بناء إسرائيل المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية. ولاحقا في العام 2003 الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مجددا الفيتو خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي الذي يطالب إسرائيل بالامتناع عن التعرض للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بطرده أو قتله. وخلال العدوان على قطاع غزة في العامين 2004 و2006 فشل مجلس الأمن بتبني قرارين بوقف الحرب بسبب الفيتو الأمريكي. آخر القرارات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة حق النقض لصالح القضية الفلسطينية كان في العام 2011 ضد القرار العربي لإدانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. يارا فارس، تلفزيون فلسطين. صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. وأكد القرار أنه يدعم حل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة للدولتين. كما صادق برلمان لوكسمبورغ على مشروع قرار يدعو حكومة بلاده إلى الاعتراف بدولة فلسطين. عبر المشاركون في مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة عبروا عن قلقهم العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في فلسطين. وأكد المؤتمر في ختام أعماله في جنيف أن الاستيطان وجدار الفصل العنصري يتعارضان مع القانون الدولي ودان استمرار الحصار على قطاع غزة. وأكد الإعلان رفض نقل كافة الأسرى من داخل الأرض المحتلة إلى داخل إسرائيل بالقوة. وينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي السيد طلال عوكل. مساء الخير سيد عوكل، مرحبا بك معنا إلى هذه النشرة. يعني دعنا نبدأ. مساء الخير، أهلا بك.
مساء الخير. دعني أبدأ معك من آخر الأنباء من نيويورك وتواصل الاجتماعات هناك للمجموعة العربية لمناقشة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن. توقعاتك ما الذي يمكن أن يخرج من هذا الاجتماع؟ والحديث يدور أيضا وفقا لمصادر وأخبار يتم تناقلها من هناك بأن الإدارة الأمريكية ما زالت تمارس ضغوطا على القيادة لثنيها عن تقديم هذا القرار أو مشروع القرار. يعني هذا واضح، يعني مع الأسف الشديد الولايات المتحدة مع كل هذه التجربة وهذه المراهنات والوعود ومع كل هذا التعارض والتوتر في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، طبعا يسوءها أن يتجه الفلسطينيون نحو الأمم المتحدة، مما يعني نهاية مرحلة المفاوضات الثنائية، مرحلة الرباعية الدولية، مرحلة احتكار الملف أمريكيا، وبالتالي تعود إلى الأصل، والأصل هو مواصلة الدعم وحماية إسرائيل. لذلك أنا بعتقد أنه الحراك اليوم الجاري ربما يدفع الطرف الفلسطيني إلى أن يوافق على المبادرة الفرنسية إذا قبلت بعض التعديلات عليها، حتى لا يصطدم بالفيتو الأمريكي ونصبح أمام تعارض أوروبي أمريكي إسرائيلي بمعنى أو بآخر. على كل حال يعني نجحنا أو لم ننجح، وإن شاء الله ننجح، فهذه بداية الطريق، بداية الطريق نحو مرحلة جديدة، مرحلة لا تقطع مع ماضي المفاوضات الثنائية ومع ماضي احتكار الولايات المتحدة للملف. وأظن أن يعني مثل هذا الحراك سيقول للجميع بأن الولايات المتحدة مرة أخرى تقدم نفسها باعتبارها يعني الطرف الذي يعادي الحقوق الفلسطينية والعربية ولا يبحث إلا عن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. بهذا الخصوص جين باسكي ناطقة باسم وزارة الخارجية تقول بأن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى تفاصيل في مشروع القرار هذا. أي تفاصيل تنظر إليها الولايات المتحدة برأيك؟ ويعني السنوات ورعاية أمريكا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كانت لسنوات طويلة وطويلة جدا، وفشلت طيلة هذه السنوات في التوصل إلى اتفاق. والطلب الفلسطيني واضح، هو تحديد سقف زمني مدة عامين بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67. وطبعا بعد عامين أو أكثر، ثلاث أعوام أو عامين، ستكون هذه الإدارة قد رحلت وجاءت بعدها إدارة جديدة. على كل حال الإدارة الأمريكية تحاول سواء من خلال التدخل أو الدخول على خط المبادرة الفلسطينية العربية أو المبادرة الفرنسية أن تفسد هذه وتلك من المبادرات بجملة من الشروط التي تتعلق بأمن إسرائيل، تعود إلى الأفكار التي تطرحها الولايات المتحدة أساسا، وكانت تعتقد أنها يمكن أن تشكل مبادرة، أنها يمكن أن توافق على موضوع دولة فلسطينية، ولكن جملة من الاشتراطات الأمنية التي تتعلق ببقاء الوضع القائم على حاله في القدس في الضفة الغربية، والعودة إلى مفاوضات غير معروف مرجعيتها ولا غير معروف سقفها الزمني، محاولة لتخفيف يعني ما أمكن صيغة القرار الفلسطيني وإدخال تعديلات تتعلق بإرضاء إسرائيل، مع أن كيري نفسه فشل في أن يحصل على نتنياهو أمس حول أي صيغة من الصيغ التي تساعد الولايات المتحدة على أن تجد لها مخرجا في مجلس الأمن، لا تضطر معه لاستخدام الفيتو أو الموافقة على المبادرة الفلسطينية العربية. فشل مع نتنياهو ويريد أن يصدر هذا الفشل على الطرف الفلسطيني. في موضوع آخر سيد عوكل، البرلمان الأوروبي يصوت هذا اليوم بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. برأيك دلالة هذا التصويت، هل يعتبر ذلك مؤشرا لقياس درجة التغير التي طرأت على الساحة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، وأيضا أي دور للأحزاب السياسية الأوروبية في هذه الاعترافات المتتالية؟ طبعا نعم هذا مؤشر، يعني هناك مؤشرات عديدة في السياسات الأوروبية مؤخرا، من ضمنها هذا التمرد على السياسة الإسرائيلية وما يعتبره البعض انتفاضة دبلوماسية
نحو توصيات في معظم البرلمانات باستثناء ألمانيا، يعني كدولة رئيسية ما تزال تخضع للابتزاز الإسرائيلي، ولكن هناك توصيات عديدة متتالية كأنها تريد أن تقول أن هناك صحوة لدى الرأي العام الأوروبي بما في ذلك أحزاب بطبيعة الحال ومؤسسات مجتمع مدني ومجتمع عام نحو فهم أكثر وأعمق لقضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولمسؤولية إسرائيل عن تعطيل عملية السلام، وبالتالي تهديد المصالح الغربية الأوروبية تحديدا الخطر في هذه المنطقة عبر مواصلة هذه السياسة التي تتجه نحو تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى. ولكن هناك يعني خطوة تنطوي على رسائل قوية داعمة للفلسطينيين واعدة وأيضا غاضبة من الإسرائيليين، تنقصها فقط وعي القيادة السياسية الحكومات الأوروبية التي كان عليها أن تقتفي أثر السويد وأن تذهب مرة واحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أوروبا يعني على الأرجح أنها تراجع يعني منهج تعاملها مع قضايا المنطقة بعد أن لاحظت أنها دخلت في تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية وحروب، ولكنها لم تحصل حتى على القليل من الشراكة أو المصالح في المنطقة، ولذلك تبدأ هذه الصحوة بالبحث عن مصالح أوروبا بعد أن فشلت الولايات المتحدة في أن تحقق تقدما في عملية السلام. من غزة الكاتب والمحلل السياسي سيد طلال عوكل، شكرا جزيلا لك. بكم من جديد. سجلت المشافي في محافظة غزة وجود أكثر من 10 حالات اشتباه بمرض إنفلونزا الخنازير، الأمر الذي خلق حالة من القلق لدى المواطنين من انتشار المرض. لم يكن الدكتور محمد أبو علي يتوقع بأنه سينتقل من المستشفى الأوروبي إلى مجمع الشفاء الطبي عقب إصابته بالإنفلونزا، إلا أن حالته الصحية تأرجحت بين تعاف وتدهور وشك بالإصابة بفيروس H1N1، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المشتبه بحملهم الفيروس إلى أكثر من 10 حالات. انتقلت إلى العدوى أثناء ممارسة العمل في المستشفى من مريضة أصيبت بالإنفلونزا. طبعا التشخيص كان مش مؤكد انها هي مصابه بالإنفلونزا، لان ما في لنا الامكانيات ان نحدد انها هي مشخصه يعني او لا، لعدم توفر المساحات الطبيه وعدم توفر الامكانيات في الكلينيكال لاب او المختبرات الطبيه ايضا، لان هذا تحتاج لتحليل الداخل، على الرغم بيقولوا انها موجوده عندنا هنا، لا هي مش موجوده فعلا يعني او بتنعملش. شكوا ان يكون في عندي H1N1، اخذوا مني مسحه وعينات، الا ان المسحه النتيجه تبعتها مش مؤكده. وفقا لتأكيدات وزارة الصحة، فإن الإصابة بفيروس H1N1 لا يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة للمواطنين، رغم أنه قد سبق وسجلت حالات إصابة بالفيروس ووفيات في شتاء عام 2010 في الضفة وغزة. دخل عندنا حالات التهاب رئوي مزدوج، وفي حالة الآن في العناية المركزة ونسبة يعني تقريبا شفيت، نقدر نقول بعد ما دخلت إلى مراحل تكاد يعني نقول إنه العيان في حالة خطيرة جدا جدا جدا، والآن يتماسل للشفاء وجبنا جهاز التنفس الصناعي عنه، وضعه ممتاز ومتوقع أنه ينقل من العناية إلى قسم الصدرية خلال 48 ساعة، وضع ممتاز. لا يوجد حالات وفيات ثبت إنها بوزيتيف H1N1 أو إيجابية التحليل. ومع حلول الشتاء تزداد فرص الإصابة بالأنواع المختلفة من الإنفلونزا الموسمية، ناهيك عن الأوضاع المأساوية التي تحل بالقطاع الصحي، ما يفاقم خطر انتقال العدوى لدى بعض المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة. هي هذه التهابات فيروسية حادة، أي إنسان عنده ضعف مناعة سواء كان كبير السن، عنده أمراض السكري أو عنده أمراض أدت إلى ضعف المناعة، معرض للالتهابات بشكل عام أكثر من غيره، يشمل طبعا ذلك التهابات الفيروسية الحادة بما فيها التهابات الإنفلونزا الخنازير. وزارة الصحة قامت بتوفير 5000 جرعة من لقاح الإنفلونزا تم توزيعه على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، إلا أن الأمر لم يمنع قلق المواطنين من انتشاره.
قضية صحية خطيرة تثير الكثير من التساؤلات حول دور وزارة الصحة في السيطرة على H1N1 حال انتشاره لا قدر الله، وسط غياب العلاج اللازم والمستلزمات الطبية، وفي ظل استمرار تردي الحالة الصحية والبيئية لمستشفيات المحافظات الجنوبية. من مجمع شفاء الطبي، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين. وينضم إلينا من بيت لحم الدكتور أسعد رملاوي، مدير عام الرعاية الصحية والصحة الأولية في وزارة الصحة. مساء الخير دكتور، مرحبا بك معنا إلى هذه النشرة. مرة أخرى إنفلونزا الخنازير وحالة من القلق لدى المواطنين، ماذا يمكن القول وكيف يمكن أن نطمئن السادة المشاهدين والمواطنين؟ يعني حقيقة مرض H1N1 أو معرف بين قوسين بموز الخنازير هو ليس يعني مرضا جديدا، كانت الجائحة سنة 2009، وبالتالي من 2009 حتى تاريخه أصبح مرضا مستوطنا، وأصبح سنويا نقوم بتشخيص الحالات بفلسطين. في 2009 كان عندنا وفيات سجلت حوالي 58 حالة وفاة في فلسطين، و في 2011 سجل حوالي 18 حالة وفيات، كان بضعة حالات في غزة وكان معظمها في الضفة الغربية. نحن يعني سبق أن أعلننا للإعلام أنه هذا اليوم أنه السبب أنه كان هناك حصار شديد على غزة، وبالتالي لم يكن هناك قدرة على الاتصال والتواصل ما بين أهلنا وشعبنا في غزة والعالم الخارجي، وبالتالي كانت حدة انتشار المرض في السنوات الماضية أقل بكثير مما هي عليه الآن. حاليا وبعد العدوان الأخير على غزة كان هناك العديد من المنظمات الدولية والمتطوعين والأجانب والأصدقاء للفلسطينيين الذين زاروا غزة، وبالتالي هناك احتمال لنقل المرض من الخارج إلى الداخل. وبما أننا نتكلم عن مرض ينتقل عن طريق التنفس وبالتالي من خلال الرذاذ الذي يفرزه الإنسان، لا يمكن بأي طريقة من الطرق أن نمنع أو أن يكون هناك وقاية 100% لمنع المرض عن الناس. وعلميا عندما نتكلم عن مرض الإنفلونزا بأنواع مختلفة، عندما يأتي الفيروس إلى منطقة معينة يصل 25-30% من أبناء الشعب أو من المصابين أنهم يصابوا، وبالتالي يمكن أن يصابوا. وبالتالي يعني نحن هون منعزز الأمور الوقائية والعلاجية. نحن يعني منقول لإخواننا وزملائنا وأهلنا في غزة أنه الوضع هو وضع طبيعي. قبل حوالي أسبوعين في إيطاليا اللي هي بلد أوروبي، نتيجة لإعطاء الطعم نفسه كان هناك حوالي 14 وفاة، وكانت نتيجة إنه ناس متقدمين بالأمر. وأنا ماذا عن الطعم في فلسطين؟ يعني إنه هذا المرض ماذا عن الطعم في فلسطين دكتور رملاوي؟ عندما يصيب ناس عندهم نقص في المناعة، عندما يصيب ناس عندهم مشكلة في المناعة سواء مرضى الكبد أو الكلى أو الرئتين أو الدم أو السرطان، وأول متقدم بالعمر يعني بالسن، فبالتالي يكون هناك إمكانية للمضاعفات نتيجة ضعف جهاز المناعة، وممكن أن الفيروس يكون أقوى. حاليا نحن بننصح المستمعين جميعا أنه درهم وقاية خير من قطار علاج، وبالتالي تعزيز جهاز المناعة في جسم الإنسان من خلال الإكثار من السوائل وتحديدا الحمضيات التي موجودة في فلسطين بكثرة، خاصة الليمون والبرتقال والجرفوت، وبالتالي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، وبالتالي تقوي جهاز المناعة. طيب ونستطيع دكتور أن نقاوم دكتور الفيروس اللقاح الخاص أو المطاعم الخاصة بـ H1N1 وصلت إلى غزة؟ يعني هلا اللقاح إجمالا يعطى في بداية الموسم، وبالتالي في شهر 10 كان حوالي لوزارة الصحة الفلسطينية في كل من ضفة وغزة كان حوالي 10,000 جرعة وزعت، وكان في جرعة أعطيت للحجاج قبل ذهابهم إلى الحج، وإجمالا الطعم يصل في بعد منتصف 9 لأنه يصنع في هاي فترة، وعندما وصل قمنا بإعطائه للفئات المعرضة للخطر وكانت توزع مجانا سواء في الضفة أو غزة.
حاليا ما زال في الأسواق وبالقطاع الخاص بعض الجرعة التي يمكن للمواطن الذي لم يأخذ الجرعة ولم يصاب حتى الآن ممكن أن يأخذ طبعا الجرعة، وسعرها مش غالي، لا تزيد عن 10 دولار للجرعة الواحدة، وهي ضرر لا يمكن أن يكون لها ضرر لكن ممكن أن يكون لها فائدة دون أدنى شك. وعلى هذا الأساس نحن بننصح كل إنسان لم يأخذ الطعم أن يأخذ الطعم، خاصة أن الطعم الموجود يحتوي على الإنفلونزا الموسمية اللي هي H3N2 ويحتوي على إنفلونزا H1N1 المعروفة إنفلونزا الخنازير، وبالتالي يحمي نفسه من كلا النوعين من الإنفلونزا اللي موجودة في هذه الأيام. شغلة أخرى بالنسبة للدواء، أنا يعني حتى أكون صادق وشفاف إنه الدواء لا يوجد دواء حتى الآن فعال ويقضي على الفيروس أو يقتل الفيروس، لكن الدواء الموجود هو يعني يضعف تكاثر الفيروس، وبالتالي نتيجة هذا الإضعاف يقوى جهاز المناعة ويستطيع جهاز المناعة أن يتغلب على الفيروس وبالتالي يكتب شفاء. نحن دون أدنى شك بالنسبة لزملائنا في غزة وزميلنا الدكتور محمد نتمنى له الشفاء، وطبعا لأهلنا وأخوتنا وأبنائنا طبعا هم كلهم الشفاء. نعم دكتور. وأنا بطمن المواطنين والمستمعين إنه حاليا هذا يعني المرض حاليا يعتبر مستوطن موجود في فلسطين وموجود في كل العالم، ودليل على ذلك إنه عالميا يصنع الطعم له سنويا بناء على التغيرات وصلت التي الفكرة. تحدث شكرا سنويا جزيلا على لك هذا الفيروس. دكتور أسعد رملاوي مدير عام الرعاية الصحية والصحة الأولوية في وزارة الصحة. أهلا بكم من جديد. وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة دفعة جديدة من أوامر الهدم للمنازل والمحال التجارية في بلدة سلوان بذريعة البناء دون ترخيص. طواقم بلدية الاحتلال في القدس بحماية قواته باتت تداهم أحياء بلدة سلوان بشكل شبه يومي لتوزع أوامر هدم إدارية للمنازل والمحلات التجارية بحجة البناء غير المرخص. الحاجة أمل عليان العاجزة التي انتقلت للعيش في هذا المنزل المطل على الأقصى منذ 3 أشهر فقط تتساءل كيف سيبني المواطنون ويتوسعون بترخيص والاحتلال لا يمنح الرخص للفلسطينيين. بنوا لي مشان ارتاح وكداش قدمنا لترخيص ما بعطوش ترخيص. هاي منطقة منظمة فيها بنا بس هم ما بعطوا، بنحط بلاوي وبنحط محامين وما بعطوا، ما بعطوناش. بعدين احنا يعني في ملاكنا وفي دورنا شو اللي بدهم اياه؟ هيهم ببنوا بمستعمرات وببنوا بكاعدين وبحطوا، ليش ما يخلوا الناس تبني؟ وين بدنا نحط حالنا؟ وين بدنا نقعد احنا واولادنا؟ دفعة جديدة من أوامر الهدم الإدارية تسلمها المواطنون في حيي وادي الربابة والبستان وهما الحيان المهددان بالإزالة بالكامل لصالح مشاريع ومخططات تهويدية كما في حي الثوري من قبل. هذه الهجمة وصفها مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في البلدة بالانتقامية. بالنسبة للي بيصير مش عقاب قانوني، قاعد بيصير هجمة انتقامية من معنى الكلمة انتقام، انهم يفضوا المنطقة قد ما بيقدروا من السكان، بيزيدوا عليهم ضرائب، بيزيدوا عليهم مشاكل، بيزيدوا عليهم. اليوم في كمان سحب هويات حصلت كمان عندنا. 20,000 منزل في القدس مهدد بالهدم، ذلك فصل من فصول معركة شاملة تستهدف الأقصى المتواصلة اقتحاماته الإرهابية كما حملة الاعتقالات المستعرة في المدينة. فاعتقل الاحتلال ما يزيد على 125 مواطنا ومواطنة فقط منذ بداية الشهر الجاري. أحياء بأكملها يهدد الاحتلال بإزالتها بموجب قراراته الإدارية الجماعية التي يوزعها عبر جرعات عنصرية وحقد يومية لا تزيد المواطنين إلا ثباتنا، هكذا يؤكدون. من بلدة سلوان جنوبي الأقصى المبارك، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. طلع ممثلون عن البعثات والمؤسسات الدولية على واقع حياة ومعاناة سكان التجمعات البدوية في منطقتي أنواعمة وعين العوجة في الأغوار جراء ممارسات الاحتلال التي تسعى إلى ترحيلهم من تلك المناطق.
ممثلون عن جمهورية مصر العربية وسلوفينيا وتشيلي والقنصلية البريطانية والمركز النرويجي للجوء زاروا عددا من التجمعات البدوية في منطقتي أنواعم وعين العوجة في الأغوار، وشاهدوا بأم عيونهم الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها سكان التجمعات البدوية وما يتعرضون له من سياسات عقابية جماعية تمارسها عليهم سلطات الاحتلال. طرحنا جميع المشاكل الخاصة في التجمعات البدوية من تهجير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتجمعات البدوية، مقابل أن ثانيا الحصار من المستوطنات المجاورة للتجمعات البدوية، ومن ثالثا اللي هي تهجير حوالي 14 ألف نسمة. الوفد الزائر استمع لشرح مفصل حول مخاطر وأبعاد سياسة الترحيل القسري للتجمعات البدوية والمنوي توطينها في منطقة نويعمة، وتعرفوا عن كثب على الأبعاد الاستيطانية التي تسعى سلطات الاحتلال إلى تحقيقها من مخططها المنوي تنفيذه بترحيل عشرات العائلات البدوية إلى هذه المنطقة. توضيح أبعاد مخطط الترحيل القسري للبدو وتجميعهم في منطقة النويعمة، تأثيراته بعيدة المدى على التجمعات نفسها وعلى المجتمع الفلسطيني المحيط وعلى مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة. محافظ أريحة والأغوار حذر من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع ترحيل التجمعات البدوية، كما بين للوفد الجهود والمساعي التي تبذلها القيادة والحكومة الفلسطينية لدى الأسرة الدولية لكف يد الاحتلال عن الأرض الفلسطينية ووقف مشاريعه الاستيطانية التفريغية خاصة في القدس والأغوار. تم وضع القناصل بما فيهم الممثل السفارة المصرية في فلسطين بطبيعة هذا المخطط التهجيري الذي يهدف إلى إفراغ المنطقة الواقعة في حدود القدس المسمى والمعروفة إيوان لاستباحتها من قبل المستوطنين وتوسيع المستوطنات القائمة وقطع التواصل الجغرافي ما بين الأراضي الفلسطينية. يسابق الاحتلال الزمن في الأغوار وسائر أراضي فلسطين لخلق واقع جديد على الأرض المغتصبة لتمكين مستوطنيه من التوسع والتمدد على حساب حق المواطن الفلسطيني التاريخي والقانوني بأرضه. فتحي برهمة، تلفزيون فلسطين، الأغوار. وفي سلفيت يعاني سكان منطقة تعمر غرب بلدة دير بلوط أوضاعا معيشية غاية في الصعوبة بعد أن سلب جدار الفصل العنصري معظم الأراضي الرعوية في المنطقة. من قسوة الحجر ورائحة الأرض افترشت خيامهم حياة ضاحكة بوجه السماء، رغم صعوبتها إلا أن أنينها شق للأمل طريقا. هنا في منطقة تعمر غرب دير بلوط يسترجع سكانها من عبق ماضيهم صفحات عذاب في كل طية منها جانب مكتظ بروايات الألم والأوجاع. هاي الجدار شافوا 50 متر عنا، نحن عارفين نسرح ولا عارفين راعي ولا عارفين نطعم، وينهم شوفونا على زيق جدار بطبوا في لطخ، وينهم شوفونا على زيق وطردونا عنه. شايف وهاي غنمنا مقيلة، من تشايف على الطبايل على الطعم على الشعير وعن خالي وعها، لأن مجال نسرح ولا مجال نروح ولا نيجي. بأنامل تلامس خيوط العزيمة يسكنون هذه البقعة من الأرض، يجعلون من صبرهم مفتاحا لها. هي معيشة يصعب عليهم تحملها، إلا أنهم مصرون على التشبث بها في سبيل أرض عشقتهم وعشقوا كل ما فيها، وضحوا بأكاليل الراحة ليبدأوا مع ترابها حكايتهم التي لا نهاية لها. هيك ما تشاف خيام عندنا كل المزاعات، يعني يرعي في المطر كل المي، يعني من بس اسمنا نسوين خيمة في المطر كل المطر بنزعين جوا، ولا قادرين نمنع مي ولا قادرين نمنع هواء، وكله في الهواء بطير وبروح الغط على الشقة وبظل الغنم مكشفة تحت المطر. وهي تعشوف يعني طلع الأولاد كله مش يحف وش مش لاقي يلبس، ويعني طلع بيوتنا كيف الله، من الهواء كله مزع كل غطاء رايح على الشقة. الحياة صعبة صعبة بشكل، وبطلب وفيش مرايب وفيش مرايب بالمرة، على ان الجدار مضايق علينا، وبعدين كل هذه كل المنطقة هذه بدهم يصادروها، بدهم يسيجوا عليها ويصادروها، المطرح ضيق وما فيش مراعي ولا فيه شيء. حين تصافح عزيمتهم كفوف التحدي لابد أن يكون لسكان هذه المنطقة حياة بطعم مختلف، أحبال وحجارة غرست في أرضها، وصبر يعانق قلوبهم، وأشباه بيوت أوهن من ورقة سقطت من خريف أعمارهم. خيام تعاهدت مع الزمن وغرست بأرض في باطنها وطن، حياة لا تشتم للرائحة معنى،
تأبى الخنوع، فليس من أبجدياتها ما يشير إلى هزيمة أو استسلام. من منطقة تعمر غرب بلدة دير بلوط، محمد شتي، تلفزيون فلسطين. توقع محللون اقتصاديون أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 4 شواكل مع بداية العام المقبل، وهو ما سينعكس إيجابا وسلبا على الشارع الفلسطيني. بدأ الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية بالارتفاع تدريجيا، لم يتوقع المحللون والخبراء أن يصل ل4 شواكل، رغم أن المؤشرات كانت تظهر دعم الولايات المتحدة الأمريكية للدولار وضعف العملات المنافسة وبالأخص الشيكل الإسرائيلي، لكن معطيات جديدة برزت مؤخرا ستدفعه للارتفاع مرة أخرى بداية العام القادم، وهو ما يؤكده محللون. وفق المعطيات المتاحة سمرشح الدولار أن يستمر بالارتفاع، لكن الاستراحة اللي عملها في اليومين الماضيين أو الثلاثة أيام هي استراحة ربما لمعاودة الارتفاع أمام الشيكل والعملات الأخرى، وربما نلحظ مع بداية العام يصل إلى 4 شواكل و10 و4 شواكل و20 أجورة. الشارع الفلسطيني الذي يعتمد على الدولار الأمريكي والدينار الأردني وبالتحديد الشيكل الإسرائيلي في تعاملاته اليومية تأثر من ارتفاع الدولار إيجابا في بعض التعاملات، لكن سلبيات هذا الارتفاع كانت أكثر ضررا على عشرات آلاف العائلات التي ستزداد معاناتها إذا عاود الدولار الصعود. الفلسطينيين سيتضررون كثيرا من ارتفاع أسعار الدولار، وأنا هنا أتكلم بشكل عام، حيث أن ارتفاع الدولار سيرفع بصورة يعني واضحة الأسعار أمام المواطن الفلسطيني، وكلنا مواطنين يعني، ومع الأسف يعني فلسطين تستورد 95% من احتياجاتها من الخارج، حتى الاستيراد من إسرائيل الإسرائيليين يعني سيرفعون من أسعارهم. تراجع سعر النفط عالميا بشكل كبير منذ شهر حزيران إلى نحو 50% أدى إلى تراجع أسواق الأسهم في العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية المنتجة للنفط لتتراجع إيراداتها، ما تسبب بانخفاض سعر الدولار المتوقع صعوده قريبا. إذن صعود الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية وانخفاضه واستقراره خلال اليومين الماضيين يؤكد محللون أنه سيعود الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى قمة المجد لينافس بشدة العملات الأخرى. من مدينة رام الله، هارون عميري، تلفزيون فلسطين. قبل ختام هذه النشرة مشاهدينا، أذكركم بأبرز ما جاء في المملكة. المجموعة العربية تواصل اجتماعها لمناقشة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن. مشافي غزة تسجل أكثر من 10 حالات يشتبه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير. سلطة الاحتلال توزع دفعة جديدة من أوامر هدم المنازل في القدس المحتلة. أشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بخير وفي أمان الله.